بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم، قناة يلا زراعة للزراعة المنزلية. سنتحدث في هذه الحلقة عن أهمية العناصر الغذائية للنباتات. فالنبات كائن حي يحتاج إلى التغذية كغيره من الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض، ولأنه كائن منتج فهو يغذي نفسه بنفسه عن طريق امتصاص العناصر والأملاح المعدنية من التربة، حيث يقدر عدد العناصر الضرورية للنباتات ب16 عنصرا تقسم إلى قسمين، هما العناصر الغذائية كبرى وتشمل الهيدروجين والكربون والأكسجين والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وعناصر غذائية صغرى وتشمل البورون والحديد والزنك والمنغنيز والمولبيدنوم والنحاس، إضافة إلى النيكل والكوبالت كنوع من التغذية الفائقة في حالات خاصة يمر بها النبات بكميات قليلة جدا. وأي نقص في هذه العناصر يؤدي بشكل مباشر على النبات من حيث الشكل الخارجي ومن حيث طبيعة النمو ومن حيث الإثمار. وسنتحدث في هذه الحلقة بأسلوب مبسط مدعوما بالصور التوضيحية عن أعراض نقص العناصر الغذائية المختلفة على النباتات. وسنبدأ بالعناصر الصغرى والتي سميت كذلك لأن النبات يحتاج إليها بكميات صغيرة. نقص الحديد يؤدي إلى تحول الأوراق حديثة النمو إلى اللون الأصفر، وتحترق أطراف الأوراق وجزء من الساق النامية بحيث تصبح جميعها بنية اللون. وفي حالات النقص الشديد لهذا العنصر فإن الورقة تحترق بالكامل بشكل تدريجي، وخاصة في النموات الحديثة. نقص الزنك يؤدي إلى حدوث حالة من التقزم الخضري في بعض النباتات ووجود اللون الأخضر الغامق في وسط الأوراق، بينما ينتشر اللون الأصفر على جوانب الأوراق وبين العروق الورقية، وتكون الأوراق قصيرة وصغيرة ذات أطوال متباينة وتخرج من عقدة واحدة بدلا من خروجها من عدة أفرع من على النبات، ووجود بقع زيتية واضحة في أوراق النباتات خاصة الحمضيات مع صغر حجم الثمار وزيادة سمك قشرتها وضعف قدرة الأشجار على تكوين عقد ثمرية جديدة، وكذلك الضعف في إنتاج الثمار. نقص النحاس يؤدي إلى ضعف النمو الورقي والجذري للنبات وحدوث تقاعس في الإثمار بشكل عام، وتحول لون الأوراق إلى اللون الأصفر الشاحب، وموت وتساقط كافة البراعم الزهرية، وتجعد أطراف الأغصان الغضة والأوراق وجفافها. نقص الملبيدنوم يؤدي إلى ظهور اللون الأصفر الشاحب على الأوراق الطرفية الصغيرة ثم احتراق الحواف بشكل كامل، كما يؤدي إلى تجعد في الأوراق العليا بشكل كامل في الحالات المتقدمة من الإصابة. نقص الكبريت يؤدي إلى ظهور الأوراق باللون الأصفر الشاحب وجفاف الفروع الغضة في الأشجار المثمرة، ويؤدي إلى ضعف في نمو الجذور وظهورها على سطح التربة، وتبدو العروق الورقية أقل خضرة من الساق، وعند اشتداد الإصابة يتكون لونا أرجوانيا على سطح الأوراق العلوي مشابه لأعراض نقص عنصر الفوسفور. نقص المنغنيز يؤدي إلى ظهور بقع صفراء في العروق الورقية الصغيرة وتحول لون العروق الصغيرة إلى اللون الرمادي الباهت في حالة زيادة معدل النقص في هذا العنصر، كما هو الحال في نباتات الطماطم والتفاح وبنجر السكر، يؤدي إلى تقزم النباتات ونقص النمو الخضري بشكل عام. وفي أشجار الزيتون والحمضيات يؤدي إلى اصفرار الأوراق مع وجود خطوط ملونة باللون البني والبرتقالي في العروق الوسطية الصغيرة.
نقص الكوبالت. يؤدي نقص الكوبالت إلى تثبيط تشكل العقد الجذرية في النبات، وذلك بسبب سوء امتصاص النيتروجين الجوي، وبالتالي ضمور العقد الجذرية وتقزمها وضعف تكون العقد الثمرية، وبالتالي ضعف الإنتاج في العديد من المحاصيل الحقلية كالبقوليات والحبوب، ويؤدي إلى ظهور أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة الفطرية على أوراق النبات. نقص البورون يؤدي إلى تأخر نمو الأجزاء العلوية في النبات ونقص عقد الثمار بسبب وجود قصور في انتقال حبوب اللقاح، الأمر الذي يؤدي إلى نقص في إنتاج الثمار وحدوث تشقق وتآكل داخلي في جذوع الأشجار، مما يعرض الأشجار للأمراض الشائعة كمرض عطب السكر والتسوس وظهور تجويف في سيقان نباتات العائلة الصليبية. هذا، ويجب الإشارة إلى عناصر أخرى مهمة جدا للنبات، وهي عناصر الأكسجين والهيدروجين والكربون، والتي تعتبر من العناصر الضرورية للقيام بعملية البناء الضوئي، وأي نقص فيها يؤدي إلى اختلال هذه العملية، وبالتالي يؤدي إلى موت النبات بالبطيء. ومن أعراض نقص هذه العناصر تقزم النبات وقصر الساق النامية الحاملة للأوراق والثمار، وجفاف الساق النامية وذبول الأوراق المتبرعمة والقديمة، وتساقط الأوراق والبراعم وموت النبات. ولحماية نباتاتنا من أعراض نقص هذه العناصر الضرورية، يجب الاهتمام بتهوية التربة كل فترة، لأن الهواء الجوي هو المصدر الرئيسي لهذه العناصر الضرورية. نأتي إلى العناصر الكبرى، وقد سميت بذلك لكون النبات يحتاجها بكميات أكبر، وتكون أعراض نقصها كالتالي: نقص النيتروجين أو الأزوت يؤدي إلى تقزم النبات وعدم نموه بشكل طبيعي، واصفرار الأوراق السفلية في النبات وامتدادها إلى الأوراق الوسطية فالعلوية والساق النامية أيضا. وفي حال النقص الشديد من هذا العنصر، سوف تجف الأوراق وسيقان النبات أيضا جفاف تدريجي. نقص الفوسفور يؤدي نقص الفوسفور إلى تلون أوراق النبات باللون الأخضر القاتم مغايرا للون الطبيعي، وتظهر الأوراق حديثة النمو بلون أرجواني أو أحمر، فبسبب تراكم صبغة الأنثوسيانين فيها، ويكون نمو السيقان الخشبية بطيئا كما تكون قليلة التفريع وذات زوايا حادة، ويظهر اللون الأرجواني على عروق الأوراق السفلية وأعناقها، ويقل تكون البراعم الثمرية في مرحلة الإثمار، كما تظهر الأوراق الكبيرة مبرقشة باللون الأصفر الفاتح. نقص البوتاسيوم تظهر بقع صفراء بشكل نقط صغيرة على سطح الأوراق مع وجود حروق على حوافها، ووجود خطوط صفراء على الأوراق عند الحواف باتجاه الداخل، والتفاف الأوراق الكبيرة بشكل لولبي، كما يتغير لون الأوراق من اللون الأصفر إلى اللون البني الغامق، فيبقى حجم الأوراق صغيرا ومنكمشا، وتموت الأوراق عند النقص الشديد لهذا العنصر، وخاصة في منتصف الأفرع، كما يضعف تكوين البراعم الثمرية في الأشجار المثمرة، ويكون الأشجار المثمرة قليلا وحجم الثمار صغيرا، لأن هذا العنصر هو المسؤول عن تكبير حجم الثمرة. نقص الكالسيوم يضعف نمو كل من المجموع الخضري والمجموع الجذري في النبات، وتتراكم كميات من النشا في العروق الوسطية للأوراق، ما يؤدي إلى اصفرار الأوراق المتبرعمة الجديدة وجفاف القمم النامية للأفرع الصغيرة، كما تظهر بقع غامقة ومحترقة على سطح الأوراق وجفاف أطراف الأوراق حديثة النمو، ثم تلتوي وتتشوه وتسقط.
نقص المغنيسيوم يؤدي إلى زوال اللون الأخضر من الأوراق والفروع الصغيرة وشحوب الأوراق الكبيرة وظهور بقع داكنة عليها، ثم تتساقط الأوراق تباعا، الكبيرة ثم الصغيرة ثم الأوراق النامية، مع بقاء العروق الوسطية خضراء. وفي نهاية الحلقة نود أن نذكركم بأهمية العناصر الصغرى وأهمية إضافتها إلى النباتات المزروعة في القصص، مع أهمية إضافة العناصر الكبرى بصفة منتظمة. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، ومع رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وإذا أعجبكم هذا الفيديو، مع رجاء الضغط على زر أعجبني، ولأي استفسار يرجى كتابته في التعليقات. وشكرا لمتابعتكم.